يعطيكم العافية. إن شاء الله اليوم راح يكون آخر موضوع بشابتر 4 اللي هو Combustion Reaction. Combustion Reaction كتعريف هو عبارة عن Fast Reaction in which a fuel is reacted with oxygen to produce gas plus huge amount of heat. يعني تفاعل احتراق هو عبارة عن تفاعل بيتم بوجود الأكسجين مع وقود. الوقود ممكن يكون وقود حيوي، البنزين، أي كان. بتفاعل مع الهواء بيعطيني غازات زي CO2 أو زي CO زائد طاقة، كمية كبيرة من الطاقة. إذا نكتب تعريفه هو fast reaction in which a fuel reacted with O2 to produce gas plus huge amount of heat. في عنا نوعين من الكومبشن. أول إشي اللي هو الكمبليت كومبشن والإن كومبليت كومبشن. الكمبليت بيكون بالنواتج عندي CO2، بينما الإن كومبليت بيكون عندي بالنواتج CO. مثال C بس O2 بعطيني CO2 كومبليت كومبشن. C3H8 plus 5O2 3CO2 plus 4H2O complete combustion. مثلا C3H8 plus 7 2O2 بين 3CO plus 4H2O incomplete combustion. يعني أي تفاعل يكون نواتج موجود CO يكون incomplete أو complete. طيب لو حكى لك 4H2 plus O2 يعطيني 2H2O يعتبر complete combustion إذا أعطاك H2O لوحده. لو ضفنا بس CO صار incomplete combustion. ضروري تميز بين complete وال incomplete. في مصطلحين اللي هما dry bases wet bases. wet bases dry bases. ال wet bases بيعطيني معلومات عن المول فراكشن بوجود ال H2O. dry bases بيعطيني معلومات عن المول فراكشن طبعا بالنسبة للغاز لكن بدون وجود ال H2O، يعني بدون ما يكون في عندي H2O بالنسبة للمول فراكشن، لكن لا يعني انه ال H2O معدوم او غير موجود كليا بالدراي بيسز. طيب كيف طبيعة الأسئلة اللي بتيجي عليهم؟
احكي لك مثلا عندك غازز موجودة بالويت بيسز حولها للدراي أو العكس. example 4.81 احكي لك في عندي 6 بالعشرة من ال N2 15% من ال O2 ومن ال CO2 1 بالعشرة من ال O2 والبالانس هو عبارة عن 15 H2O. هاي ويت بيسز مطلوب نحولها للدراي بيسز. التحويل عادي نحكي بيسز اوف كالكوليشن 100 مول ويت. اذا راح يكون في عندي 60 N2 15 CO2 10 O2 15 H2O. بما انه انا بدي اياه بالدراي بيسز راح اشطب على H2O وما راح ادخله بحساباتي. فالان توتال راح يكون 60 + 15 + 10 هو 85. احسب الفراكشن لكل واحد 60 على 85 15 على 85 10 على 85. بكون تركيز الغاز بالدراي بيسز اعلى من تركيز المواد او تركيز الغاز في الويت بيسز. يعني هون بطلع تقريبا 0.705 بينما هون كان 6 بالعشرة. لو بدي احول من دراي لويت كان معطيني 65% من N2 مول فراكشن طبعا 14 CO2 11% CO 1 بالعشرة O2. هاي موجودة بالدراي. طيب بدي احولها لويت. الويت لازم يكون فيه H2O. طب كيف بدي اجيب من H2O؟ يكون معطيني بالسؤال معلومة معطيني المول فراكشن لل H2O الموجودة بالغاز هاي. هون معطيني ان المول فراكشن لل H2O الموجودة بهاي الغاز هي عبارة عن 7%. طب 7% ايش وحدتها؟ 7% H2O طبعا مول على 1 مول من الويت بيس او الويت غاز. انت ضمنيا لازم تعرف انه 93% من ال H2O الموجودة في الدراي واحد H2O راح تكون موجودة بالبيت. يعني هو بيكون معطيك هاي المعلومة 7% H2O موجودة في هاي الغازات. انت لازم تعرف انه 93% من الدراي غاز وواحد H2O من الويت. نضرب ضرب تبادلي فبطلع عندك على 93 دراي غاز.
يعني كل اللي عملته طلعت نسبة ال H2O الموجودة بالدراي غاز اللي بتطلع 793 75% 75 بالألف. فأنا بضيف هون 75 بالألف من ال H2O بفرض بيسز 100 مول من الدراي بحول بسنني 65 N2 14 CO2 11 CO و10 O2 من ال H2O. بما انه مت راح اجمع كل الغاز اللي عندي بما فيهم ال H2O بطلع المول فراكشن. السؤال موجود بالكتاب page 144. theoretical and x is air. تمام. ايش يعني theoretical؟ أكسجين. theoretical أكسجين هو عبارة عن مول اف أكسجين اللي بنحتاجها لعمل تفاعل complete combustion. يعني كب الزمن من الـ O2 عشان أقدر أعمل تفاعل complete combustion. كتعريف موجودة هي مول needed for complete combustion of all the fuel fed to the reactor. نفترض أن حسب theoretical oxygen طلعت معي 44 مثلا. في مصطلح ثاني هو theoretical air. theoretical air هو عبارة عن إيش؟ هي كمية اللي بتحتويها theoretical oxygen. حكينا طلع معي هون 44، إذا theoretical air راح يكون 44 O2. وبعرف إنه كل 21% O2 موجودة في الأير، فبطلع معي theoretical air عبارة عن 209. طب ايش بستفيد من theoretical air؟ في عندي مصطلح ثاني اللي هو excess air. ايش يساوي؟ يساوي ال actual air يكون معطيني اياها بالسؤال بس مش دايما، minus theoretical air على theoretical air. فبيجي السؤال بيطلب منك الـ excess air، فأنت لازم تطلع theoretical. من وين بتجيبها؟ من theoretical oxygen. طب theoretical oxygen أصلاً أنا من وين بتجيبها؟ بتجيبها من التفاعل اللي بيكون complete combustion اللي بعطيني CO2 أو اللي بعطيني H2O لحاله. طب لو كان تفاعلين، واحد أعطاني CO2 واحد أعطاني H2O لحاله، theoretical أكسجين بيكون مجموع. وفي قانون أخير اللي هو الـ actual air كيف نحسبه لو ما كان معطيني بالسؤال، يساوي theoretical air ضرب 1 plus excess of air، وهاي بيكون معطيك إياه. إذا أعطاك إياها بالسؤال إذا بدك تحسب الـ actual. يعني نشوف مثال بسيط عليه.
تعمل 4.82. نحكي لي السؤال، عندك تفاعل C4H10 ناقص 13.2 من الأوتو، بعطيني 4 CO2 بلس 5H2O. تفاعل complete combustion. كاري دخل عندك 100 مول من البيوتان، ودخل عندك 5000 مول اير، هاي اكتو. المطلوب كالكوليت ذا بيرسنت اكسس اير. اكسس اير اولا لازم احسب ثيوريتيكال اير، عشان احسبها لازم اجيب الثيوريتيكال اكسجين. ثيوريتيكال اكسجين هي عبارة عن المادة هاي اللي تعتبر ليمت 100 مول ضرب الستوكيومتريك كوفيشنت للأوتو اللي هو 13/2. ولازم تتأكد إن المعادلة موزونة، فبطلع مع ثيوريتيكال هو 650 مول أوتو. على طول بحسب ثيوريتيكال اير يساوي 650 أوتو على 21 ويساوي 3095. نحسب الاكسس بس بدي اياها بيرسنت، يعني ضرب 100. الاكتوال عندي 5000 ماينس ثيوريتيكال على ثيوريتيكال ضرب 100%. بالنسبة للكومبستشن رياكشن، فالأفضل طريق للبالانس، طبعا كلهم بيزبطوا بس الأفضل يعني هي الأتوميك بالانس. شوف example 4.83، كل في تفاعلين C2H6 التفاعل الثاني تأكد انهم موازنات صح. التفاعل الاول مبين انه complete combustion والثاني incomplete combustion. تمام، نحكي لي في عندي reactor أو control volume. دخل عندي 100 من C2H6 100 مول، في عندي 50% excess air. نعرف ان الاير فيه 21% O2، 79% N2. معطيني الفراكشن كونفرجن C2H6 يساوي 9/10. بحكي لك كمان
انه 25% من الايثان تفاعلت عشان تعطيني CO، و 75% من الايثان تفاعلت عشان تعطيني CO2. 25% تفاعلت عشان تعطيني CO، و 75 تعطيني CO2. أكيد راح يطلع عندك مولات من C2H6 مولات من CO2 ومن CO والH2O. O2 والN2. المطلوب نحسب المول فراكشن للبرودكت، يعني نحسب المولات بشكل عام. تمام، نستخدم المعلومات اللي عندنا. عندي 50% اكسس اير، وعندي فراكشن كونفرجن. 9 بالعشرة يساوي رياكتد بالنسبة للسي تو اتش 6 على الفيد اللي هو 100. رياكتد بيطلع عندي 90، ومنها الاوتبوت 10 مول. اكسس اير عندي 50. طب شو بستفيد من الاكسس؟ حكينا بطلع الاكتشوال اير. تمام، الاكتشوال يساوي ثيوريتيكال اير. طب ثيوريتيكال اير كيف بدي اجيبه؟ من ثيوريتيكال اكسجين. ثيوريتيكال اكسجين من اي تفاعل، الاول والثاني؟ الاول، لانه كومبليت كومباشن. طيب ثيوريتيكال الأكسجين راح يكون 100 ضرب 7/2 تقسيم أي الأكسجين. ثيوريتيكال ال نقسم على 21%، ضرب 1 زائد الإكسس اللي هو نص. وهيك بطلع عندي الثيوريتيكال أو الأكتوال إير عبارة عن 2500 مول. عندي 90 رياكتد هاي بحتاجها، كومبشن او ثيوريتيكال بستخدم الفيد، ما بستخدم اللي تفاعل الفيد، بينما بالموليكولر بالانس البالانس الثاني بستخدم الرياكتيف. طيب في عندي معلومتين اللي هما 25% من سي تو اتش 6 تفاعل عشان يعطيني سي او. تمام، اذا ان سي او اوت تساوي خمسة وعشرين من سي تو اتش 6 اللي هو تفاعل. غير 90 اللي هي رياكتيف. لو بدنا نشتغل الوحدات تكون 25 سي تو اتش 6 على 100 سي تو اتش 6
التسعين هاي كلها رياكتيف. رياكتيف تو فورمي سي وان. طيب كل واحد سي تو اتش سكس بعطيني اثنين سي وان، هاي المعادلة واحد بعطيني اثنين، وبالتالي مولات السي او راح تكون 45 مول. نفس الاشي بالسي او 2 عندي 75% ضرب 90 رياكتد، كل واحد سي 2 اتش 6 بيعطيني 2 سي او 2. اللي هي بتطلع 135. تأكد منها 135 مرة. طلع عندي ال H2O وال O2 وال N2. ما ظل في عندي معلومات بلجر البالانس، كان أفضل طريقة اللي هي اتوميك بالانس. تمام، بس خلينا نحسب هون في عنا اوتو عنا انتو. الانتو اللي دخلت هي نفس اللي طلعت، فخلينا نحسبهم. الاكتوال اير معي 2500 بعرف انه كل 79% من الانتو بعطيني واحد اير، تطلع قيمة الانتو هي عبارة عن 1975 مول. هاي طلعت نفس الاشي بحسب الـ O2 بهي الطريقة 2500 ضرب 21 وتساوي 525، بس هي تشكل اوتو انبوت مش اوتبوت. اوت بيختلف لانه حصل فيه تفاعل وصار فيه احتراق، راح تقل الكميه او تزيد. فهي تساوي 525 وتساوي 1975. بعرف عندي اوتو اوت ما بعرفها والاتش تو اون. نعمل اتش بالانس. اتش بالانس راح يكون في عندي 100 من سي تو اتش 6، كل واحد بعطوني 6، تساوي 10 من سي تو اتش 6 اللي طلع عندي. الاتوميك حكينا اوت يساوي ان، او انبوت يساوي اوت، كل واحد بعطيني 6 زائد ان ال H2O ما بعرفها، كل واحد بعطيني 2، ومنها ال ان ال H2O تساوي 270 مول. نعمل O2 بالانس. دخل عندي 525 O2، كل واحد O2 فيه 2 O يساوي ان ال O2 انا ما بعرفها، كل واحد بعطيني 2 زائد 45 من ال CO، كل واحد CO في واحد اكسجين، زائد 135 CO2 كل واحد بعطيني 2 زائد 270 طلعت قبل شوي H2O كل واحد بعطيني 2
then an output للأوتو تساوي 232، قلت الكمية لأن حصل استهلاك بالتفاعل. إذن كل مولات البرودكت معي بجمعهم بطلع التوتال، بطلع الفراكشن لكل واحد فيهم. Example 4.84 تقريبا نفس المبدأ نفس الشغل، ما في شيء بيختلف، بس اللهم انه في عندك تفاعلين والاثنين complete combustion، وفي عندك ثلاث، واحد incomplete والاثنين complete combustion. ما في داعي حلو، موجود بيج 149. في موضوع أخير مفروض كنت أشرحه للفيديو الماضي، اللي هو equilibrium constant أو chemical equilibrium. chemical equilibrium عندي قانون اللي هو K يساوي باي في الفراكشن في المول فراكشن سميشن مرفوع للستوكيومتريك كوفيشنت لكل مادة ضرب البرشر مرفوع للسميشن ستوكيومتريك كوفيشنت الك اللي هي equilibrium constant، طبعا هي مرتبطة بالتمبريتشر. الباي هون هي عبارة عن summation، مش الباي اللي بنعرفها، يعني هي مجموع. هاي الواي مول فراكشن الميو اللي هي ستوكيومتريك كوفيشنت والبي اللي هي برشر. نفترض مثلا في عندي تفاعل اللي هو زائد بي بي يعطيني سي زائد الكي، شو تساوي؟ تساوي الواي للاي مرفوع للستوكيومتريك كوفيشنت، بس هون سالب لأنه متفاعلات. ضرب واي للبي مرفوع القوة سالب بي، ضرب واي للسي القوة سي لأنه الناتج، ضرب واي للدي مرفوع القوة دي، ضرب البرشر مرفوع لمجموع ستوكيومتريك كوفيشنت في النواتج سي بلس بي ماينس مجموع ستوكيومتريك كوفيشنت في المتفاعلات اي بلس بي. هاي نقدر نكتبها واي لـ سي قوة سي ضرب واي لـ دي قوة دي على واي لـ بي قوة بي، واي لـ اي قوة اي في البرشر دي بلس سي ماينس اي بلس بي. الطريقة المستخدمة لحل أسئلة الإكوليبريم هي الإكستنت أوف رياكشن. Example 4.62 أكيد
فين دي تفاعل اللي هو CO بس H2O reversible مع CO2 بس H2. بما انه التفاعل ريفيرسبل اذا راح يطلع معي CO2 و H2 وال H2O وال CO كلهم راح يكونوا موجودين للبرودكت. حكالي عن التمبريتشر 1105 كلفن، الاكوليبريم كونستانت يساوي 1، واعطاني 1 مول من السي او و 2 مول من ال H2O. ما في سي او 2 دخل عندي ولا H2، هي تحسب الكومبوزيشن والفراكشن كونفرجن للليميتنج رياكتنت عند الاكوليبريم. بدي احسب المول فراكشن، بدي احسب الفراكشن كونفرجن للليميتنج رياكتنت عند الاكوليبريم. فايش بنعمل؟ بنحل على الاكستنت. نعمل سي او فالنس ان اوتبوت ما بعرفها تساوي 1 ماينس زيتا. نعمل سي او 2 بالانس ان اوت تساوي زيتا. اتش 2 او ان اوت ما بعرفها تساوي 2 ماينس زيتا. H2 and out to sell Z. نحسب الـ N total. الـ N total هي عبارة عن 1 minus Z plus Z plus 2 minus Z plus Z. بيطلع عندي 3، أي N total. لو طبقنا القانون اللي هو K واحد يساوي المول فراكشن الـ CO2، هو عبارة عن إيش؟ عن مول في CO2 يعني طلعته من قبل شوي هي زيتا، على الان توتال. الان توتال كم؟ 3 مرفوع للقوة 1 ضرب مولات ال H2 اللي هي زيتا كمان على الان توتال هي 3 قوة 1. مولات ال H2O 2 ماينس زيتا على 3 مرفوع القوة 1 ضرب مولات ال CO 1 ماينس زيتا على 3 قوة 1. البرشر مرفوع له 1 زائد 1 ماينس 1 زائد 1، فالبرشر كله يروح. لو اختصرنا صف عندي معادلة تربيعية مجهول، بحلها بطلع قيمة زيتا، وزيتا حكينا ما بتطلعش سالبة،
يعني مستحيل تطلع معاك قيمة سالبة، زيادة لازم تكون قيمة موجبة. تطلع معاك طلع الفراكشن للسي او والفراكشن لل H2O وال CO2 وال H2. بتشوف مين الليمت حسب الطرق اللي تكلمناها، بيطلع معك ال CO. نطلع مولاته، نطلع وطلعنا الفراكشن ليله، وهيك خلص السؤال. مع نهاية السؤال نكون خلصنا أصلا التشابتر كامل، تشابتر 4، أطول تشابتر وأهم تشابتر بالمادة كلها. إن شاء الله تكونوا استفدتوا. نكمل الفيديوهات الجاية. يعطيكم ألف عافية.